أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. لبنان اليوم: تأخر انعقاد جلسة مجلس الوزراء بفعل التجاذبات المسبقة حيال مسألة إحالة ما حصل في قبر شمون الأحد إلى المجلس العدلي. 9 وزراء من تكتل لبنان القوي اجتمعوا في قصر بستروس برئاسة الوزير جبران باسيل في خلال انتظار ديفيد ساترفيلد الذي وصل إلى وزارة الخارجية. لبنان اليوم: ما وراء الأكمة ما وراءها، وما وراء الجبل ما وراءه، وما وراء حادث قبر شمون ومندرجاته ما لا يوحي بقبر الحرب الإقليم ومحلية المستمرة ولو بتقطع الفترات وتعاقب التطورات وتعدد التحولات والتقلبات منذ 1969 إلى 73، فال 75 84 وحتى 89 90 وربما نقول حتى اليوم، لكن هيبة الدولة واجبة. أسئلة كثيرة مطروحة وباضطراد خصوصا بعد تطورات الأحد الماضي الدامي، ونقول أسئلة ليس أجوبة حتى لا نتهم بأننا نؤيد هذا الجواب أو ذاك. نطرح الأسئلة بدءا من الإقليم: هل لتناحر المحاور صلة بالمناخات التي حصلت أم لا دخل لتقدم محور على آخر؟ ولو قلنا ذلك، سؤال آخر: هل لتحسين وتحيين المرحلة أو اللحظة السياسية على المسار الإيراني الدولي صلة؟ هل لنتائج الانتخابات اللبنانية النيابية صلة؟ هل لمسار التسوية الرئاسية ونتائجها دخل بالموضوع؟ هل يمكن لمجرى التحقيقات القضائية السليمة أن تؤثر في مسار نتائج ما حصل الأحد سياسيا وميدانيا؟ هل ما اتخذه المجلس الأعلى للدفاع برئاسة فخامة رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون من التوازي بين قرارات أمنية قضائية حاسمة والتحرك السياسي للمعالجة سيبلور الأمور ويضع نقاطا على سطور سياسية راقية وغير بعيدة من الوطنية في المرحلة المقبلة؟ بالنتيجة، هل يمكن أن تكون الأجوبة من عمق الإقليم واستراتيجية المحاورية، أم هل يمكن أن تكون الأجوبة من عمق الوجدان اللبناني ومن سوء النيات أو من حسنها؟ هل يتصالح الأفرقاء أولا مع وجدان لبنان ومع مضمون لبنان الرسالة؟ معنا مباشرة الجنرال جوني خلف، المحلل العسكري والسياسي. أهلا وسهلا فيك جنرال. أهلا فيك أستاذ جلال. يعني يمكن عم نكبر الأسئلة حتى نقدر نحيط بالموضوع ولو بهالحلقة اللي هي 40 أو 50 دقيقة. جنرال، من الناحية الميدانية قبل ما ندخل بالسياسي، شو كيف صارت لحتى وصلنا للمشكل اللي صار بقبر شمون؟ هلا عمليا استاذ جلال، نحن اكيد ما رح نستبق التحقيقات القضائيه اللي عم تحصل. نعم. خاصه كل الاجهزه الامنيه اجمعوا على هذا التحقيق من بعد اجتماع المجلس الاعلى. نعم. يعني بداوا بالتحقيق. انا اليوم يمكن اعطي قراءه موضوعيه للاحداث اللي حصلت، ما بدي فوت كتير بتفاصيل الحق عمين وشو صار على الأرض. أكيد. وكيف التصرفات، وفي فيديوهات مطروحة وفيديوهات مضافة. بالضبط. بس الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية عم تتحرك. نعم. وتقارير تباعا عم تطلع. نعم. بشكل يومي. نعم. ليقدروا يحيطوا هالحدث الكبير يلي بالنسبة لنا يلي هو بذكرنا شوي بالماضي، يلي نحن بتصور وصلنا لمحل لازم نفتح هذه الصفحة ونفتحها بشكل جدي ورسمي. يعني أنا بالنسبة إلي اليوم، وأنا من المنطقة، يعني أنا كمان من منطقة علي ونفوسي علي، بتأسف إنه يحصل هيدا هالحدث يلي ترك أسى كتير وجرح كبير عند كل المواطنين يلي قاطنين بهيدي الضيعة أو بهيدي الكرة. لانه التذكير في الماضي، نحن كلنا بنعرف انه دائما واحد بس يتذكر الماضي، ذكر الماضي هو جرح اليم للكل، وانا ما عم بستثني حدا للجرح. وهيدا الجرح ما فيك كل فتره بعد فتره ترجع تقيمه وترجع تستعمله وترجع تحطه بالمكان الخطا تبعه. نحن اليوم صار في مصالحه، والثمن الكبير اللي دفعه اهالي الجبل خاصه يلي بنعتبر نحن الضيعة اللي موجودة فوق، بعتقد دفع الثمن كتير غالي بكل فترة الحروب يلي امتدت من ال 75 لو وصلنا لل 90. يعني فينا هون نستطرد ونقول حتى الثمن ليس اجتماعي وجغرافي فقط، هو ثمن تاريخي، لأنه لبنان كان مكون من جبل لبنان ثم توسع وصار فيه كل هالناس وصار لبنان الرسالة. صح. عشان هيك بقول لك حتى كل الجيل يلي خلق بهالفتره هيدي وصار اليوم يلي تابع كل هذا الموضوع كمان عم ترجع انت تعيشه جو حرب. لا. انا بتاسف اني شوف بعد اليوم
أشخاص حملين أسلحة بشوارع ببيوت سكنية، إنهم عم يطلقوا النار بهذا الشكل العشوائي أو المقصود أو غير المقصود. يعني هذا المشهد قدامي اليوم أنا بخليني إنه عن جد استنفر، الدولة لازم تكون موجودة بشكل، أنا برأيي مش عم نحكي تقصير للأجهزة الأمنية، بس مش مسموح اليوم عم نبني دولة نحن وفي مراجع قضائية ومراجع أمنية يضل في أسلحة منتشرة في لبنان بهذا الشكل. ما عم بستثني هاي المنطقة، عم بحكي عن كافة مناطق لبنان. لازم نوصل نحن لمرحلة ما بقى يكون في سلاح بإيد الناس. هيدي أول شغلة أنا بطلبها وبلح عليها، وهيدا بقى تكون ضمن الاستراتيجية الدفاعية يلي وعد فيها فخامة الرئيس على طاولة الحوار، إنه بده يرجع ينشطها من بعد الحكومة ومن بعد الانتخابات النيابية. طيب جنرال، بين هلالين بس لمرق هالشغلة استاذ طيب. جلال، والعملية عم نشوفها نحن بأي مناسبات، حتى مش مناسبات قتالية على الأرض. نجح بالبروفيه، يوم نجح بالبروفيه أحد الطلاب قوص حاله، أحد هذا ابتهاجا صاروا يطلق رصاص، طلعوا نتائج بالليل ليتفادوا إطلاق رصاص بالنهار. يعني ليك نحن كيف عم نعالج هذه الأمور؟ هذه الأمور ما بتتعالج بهذا طيب. الشكل جنرال، العنوان عندك هي أن الدولة تحسم هذا الأمر، مش أمر قبل شمون يعني الأمر بلبنان. أنا نازل ليش ما ننطر دائما الحدث لا يحصل نعم. تنعمل مجلس أعلى، يعني نعمل اجتماع المجلس الأعلى، دائما عم يحصل من وراء حوادث، عم من وراء حوادث بهالحلقة. لما منعيلج الأساس السبب يلي عم بهالحلقة بدنا نكون محامين عن الجميع ومسائلين الجميع. أنا مش كتير رح كون محامي انتبه طيب. رح كون كتير صريح طيب. معك طيب. طيب. اليوم برأيك الحرب من النفوس اللي نقول انه لازم تكون وقفت بال91، يعني بعد 90، بعد بدايه تطبيق الطائف 91، برايك هل الحرب بالنفوس انتهت؟ اكيد لا، والدليل على ذلك 30 سنه عنا. اكيد لا، هيدي المصالحات كلها والتفاهمات اللي حصلت اكثر من مره وتجربنا فيها اكثر من مره، بس هاي المداميك لحتى هيدي المداميك، بس هاي المداميك انا بالنسبه لي متحركه، لانه اي حدث عم يحصل باي منطقه الناس بتشلح تيابها بلحظه، بينسوا الاتفاقيات وبينسوا التفاهمات وبينسوا العيش المشترك وبينسوا الوحده الوطنيه وبينسوا انه نحن بدنا نبني دوله وفي عنا جيش وعنا قوى امنيه، هودي كلهم بينسون بلحظه الغضب اذا بدك تقول، وبينزلوا على الشارع من خطاب سياسي للموقف معين لأي شيء بيحصل بالبلد، بيشلح تيابه وبيلبس تياب الميدان وبينزل على الأرض وبلش طيب يستعمل السلاح. إذا شو هالمنطق هيدا؟ طيب بس إذا كان في عندك عائلة أنه أنت بتطلع بتحكي مثلا مين ما كان، يعني عم نحكي ما عم نسمي حدا، أنه اليوم ما كمان الجمهور من بعد الانتخابات النيابية أو قبل الانتخابات النيابية بتقدر تشحذه بأي كلمة، فيك تجيشه، فيك يعني تعمل تجيش شعبوي او غير شعبوي او حتى واقعي. اليوم اللكسيك اللي عم يستعملوه المسؤولون السياسيون، هيدي اللغه او هاللهجه، وقت بتكون بتجنن بتجنن العالم، وقت بتكون بتحنن بتحنن العالم. هل الاقطاب والمسؤولون ما عنده عليهم تقع المسؤوليه بانه كيف يخاطبوا هالناس لحتى الناس تخفض من مستوى الغرائزيه عندها؟ انا عم بسال سؤال، هلا حكيت شيء شوي مبطئ، انا يمكن رح افسر لك اياه اكثر. نعم. ليش نحن عم نفهم التجيش دائما وكانه حاله امنيه معينه او الرجوع ونبش القبور من الماضي؟ ليه دائما عم نروح على هذا الاتجاه؟ ما نحن عم نجيش العالم، عم نجيشه على الاقتصاد، عم نجيشه على السياحة، عم نجيشه على الحالة يلي نحن نسيناها بفترة معينة، ولازم لبنان يرجع يقف على إجري ويروح بغير اتجاهات، يروح على الإنماء، يروح على الإعمار، يروح على الاقتصاد، يروح على المال، يروح على إشياء بتطور الحياة وبتطور المجتمع. ليه نحن التجيش تبعنا اللي عم تتفضل فيه وتحكي حضرتك عم ينفهم بأسلوب مغاير للواقع المزبوط؟ هلا انا رح اعلق بس على شغله مهمه جدا يلي انت حكيتها، بس رح اعطي مثل فيها. معالي الوزير جبران بسيط عم يبرم على المناطق، انا عم بحكي رايي الشخصي، هيدا وهذا رايي بيلزمني لالي. لا لا عم ينفهم، لا عم ينفهم خطابه خطا. انا بالنسبه الي عم تابع كل خطاباته وعم تابع كل تحركاته بغض النظر اليوم عن المهمه الاساسيه اللي عم يقوم فيها يلي هي اساس مد اليد للاخر.
عم يزور كل المحافظات، عم يزور كل يمكن بكل منطقه بفوت فيها بيكون فيها كل الاحزاب موجوده، نعم، وبيكون فيها كل المذاهب وكل الطوائف. طيب هذا يعتبر اليوم خطا اذا عم يعملوا؟ قولوا لي اذا خطا او صح. لا طبعا احنا نوجه تحيه للوزير جبران بسيط لانه هو لا انا بدي ارجع علي على شغله اللي عم يحكيها هو أصدقائنا. لكن هاي المنطقه الحساسه انا ما عم بتبنى وجهه النظر، ولكن في وجهه نظر بتقول انه هو رايح على هذه المنطقه اللي هي حساسه. كيف يمكن له مثلا ان يستعمل بعض الجمل بمنطقه الكحالي اللي هي هاي المنطقه يعني منطقه كثير حساسه استفزت اهل المنطقه اللي هو رايح عليها؟ طب انا ما عم بتبنى، انا بفسر لك اياها هذه وجهه أنا نظر تفسير. يعني حملت انه اقولها استاذ جلال. انا رح يكون لي تفسير خاص، نعم، يمكن يكون خطا يمكن يكون صح. نعم، معالي الوزير جبران بيصير ما حفظ الالقاب كل مره نقول معالي الوزير، بس انه ماشي الحال. انا اليوم حكي معالي بالكحالي، نعم، عم يحكي عن اشي حصل بالماضي، حصل هيدا، مش عم ياخذ موقف من الكحالي يقول لهم هلا انزلوا سكروا الطريق وكوع الكحالي، عم بيقول لهم انه هيدا الشيء اللي كان عم يحصل بالماضي. نحن اليوم غيرنا المفهوم تبعنا، عم نمد يدنا لأهلنا بهيدي طبعا هم المحطة الثانية كمان قال نحن ما لأنه هن بياخذوا دائما نص الفاضي من الكباية، إنه قال كوع الكحالي ذكر كل العالم شو صار بكوع، إنه هلا هو عم يطلب من الناس ينزلوا يقطعوا طريق على كوع الكحالي. لا ما هو الكلام ما كانش موجود وقتها بهذيك الحقبة عظيم، يعني معناتها اليوم على طول عم بيصير بالخطابات السياسية. هلا استذكار الماضي مش معناتها ردة فعل اليوم إنه نروح نعمل هيدا الشيء، لا مش هيك، عم تنفهم كثير غلط. عم تنفهم بس هي الفهم وعم ينطلق من الإحساس والوجود جدين، لانه تجمع العصبي عند الكائن والتفكيره بيعمل ردة الفعل عظيم. كان بقي بالكحالي لو هالقد هو اخدها بهالمنحة، لا مش عنه هو، لا عم لك التلقي خطابه كيف يتلقى الاخر. معنا ما عم دين شو قال هو الاخر لازم يتلقيه، لازم يستقبله. زعيم مسيحي اليوم بكل معنى من الكلمة، نعم، ورئيس تيار ورئيس تكتل، نعم، عم بيزور المناطق وعم بيزور أول شيء عم بيزور المناطق لأنه عنده مهمة نواب عنده شعب بالمكاتب يلي فتحها، نعم، وعنده نواب وعنده قاعدة شعبية، نعم، وعم يروح يشكر الناس يلي انتخبوا كل هالنواب، نعم، بكل هيدي الفترة، نعم، يعني إله حق ولا ما إله حق؟ إله حق يبرم على كل لبنان على كل المناطق. بالعكس احنا ما عم نقول أنا برأيي لكل العالم يستقبلوه بهيدا الإيجابية، خلوني يستقبلوه مثل هلا بلشوا يحكوا إنه رايح على طرابلس وبلش يطلع حكي من هونيك انه لا نحن ليه شو السبب؟ انه اذا بكل محل عم بيروح عم يحكي كلام واضح وصريح. انا بالنسبه لي تبي انا ما عم بفهم، لا احنا مش عم نقول، لا انا عم فسر الخطاب، لا عم نقول كيف يتوقع، يعني انا عم بحكي على السبق استاذ جلال، انا عنية. نعم. انا باعتقادي اليوم في كتير ناس بطلوا يفكروا بمدى صدق السياسي، لانه كلنا اليوم بنحب انه الثقة. انت بتعرف واكثر شخص متعاطى مع السياسيين، اليوم بدك تضلك تبوس لحى وترش ما بعرف شو لحتى يضلوا راضين عليك. يمكن اليوم شايفين خطاب سياسي واضح اكثر، صادق اكثر، مع العلم انه هيدا الشيء نحن بلبنان ما تعودنا عليه بعد. انا بعتقد انه صدقه لمعالي الوزير جبران باسيل وصراحته يمكن يلي ما بيتقبلها اللبناني العادي او ما بيتقبلها الحزبي او ما بيتقبلها يمكن يلي عنده فكرة تعصبية شوي اذا بدنا نقول، حتى ما نقول اكتر، لان احنا بلبنان ما لازم يكون عندنا مجموعة هذا الفكر التعصبي، نحن كلنا موجودين مع بعضنا وبكل الحلال. اذا شت شوي صغيرة ببعض المحلات بس ما قاصد ولا في اي نية، لانه عم بيروح على هيدي المناطق ويحكي، مش قاعد بمحل معين او بمنطقة معينة وقاعد عم بكب خطابات نارية على غير، لا عم بيروح يواجه، عم بيروح يقول لهم يا عمي نحن كان عندنا هالمشاكل هيدي ونحن بدنا نرجع ان نعبر هالمناطق كلها بمفهومنا للتيار وبمفهومنا للطريقة التعاطي مع بعضنا بيد المفتوحة والسلام والمحبة. في 90% من خطاباته رايحة بهيدا الاتجاه، 10% تذكير شوي صغيرة شو كان يصير بالماضي، نحن بننسى الماضي ونبتدي مرحلة جديدة، ياخدوها هيك. وانا بأكد لك اذا بياخدوها هيك بيستقبلوه بكل المحلات على الرحب والساعة، ما بيكون في شيء. ها هون انه كيف يتقبل نعم. طيب سوري شوي بين هلالين استاذ جلال، الخطأ من السياسيين يلي ورا هذا الشعب، مع احترامي لكل السياسيين. اليوم اللي كنت عم تحكي انت اول شيء انه هذا التجييش اللي عم يحصل، نعم، اليوم السياسي هالمواطن
منين عم يتلقى امره؟ منين عم يتلقى المهمه تبعه؟ طب ما كل واحد عنده زعيم عظيم، فاذا هيدا الزعيم بده يفهم، كل واحد عنده هيدا الزعيم ليش ما بده يفهم انه اليوم ما في استفزاز ولا في رجوع للماضي ولا في تهجم على حدا، يفهم بهالنقطه هيدي ويحترم العيش المشترك اللي موجود تقريبا بكل المحافظات. طيب عندما يقول وليد بيك لن ادخل بالسجلات هيدي لانه هو كان رايح على الكويت، كان بعد الطياره عم تقلع وصار المشكل. اوكي اليوم المجلس الدفاع الاعلى برئاسه فخامه الرئيس امبارح، وشفنا يعني كان معطيات غير يعني مش غير زياده مضافه على اللي اعلنه اللواء شمس او العميد شمس الدين باسم المجلس العسكري. صار في تشديد انه رح نكون الاجراءات الامنيه والقضائيه حازمه، وبذات الوقت رح يكون في مسار سياسي للتحرك. برأيك هو الأمن أمن عسكري وقضائي أما متكامل مع الأمن السياسي؟ يوم الوزير الفرنسي كان في عنده زيارة للمجلس الوطني لل لا مجلس الاجتماعي الاقتصادي صديقك شارع عربيد، كان عم بيقول الفرنسي عم بيقول الأمور تعالج بالأمن السياسي، وعم بيقول كمان بدون ما يسمي إنه إذا في حدا عنده فكر الغائي ما تقبلوا بذات الفكر الالغائي الاخر، بغض النظر عن هالشيء، المجلس الدفاع الاعلى التنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الدفاع الاعلى هل ستاخذ مجراها بالمسارين السياسي والقضائي الامني؟ هلا شيء طبيعي، في تلازم في لبنان، في تلازم بين المسار السياسي والمسار الامني. نعم بس انا اكيد رايي الشخصي دائما لازم القرار العسكري والقضائي والأمني يكون مستقل عن قرار السياسي، لأنه دائما نحن وقت بدنا ندخل السياسي بالأمن وتعطي رأيه وتعطي يعني أقاويل يمكن أنا بالنسبة إلي غير قابلة إنه للمناقشة، يعني ما فيك اليوم أنت كسياسي تجي تتهم مثلا أو توجه أي اتهام مباشر لأي جهاز أمني إن كان بالتقصير أو بالتواطؤ أو إلى ما هنالك من الكلام يلي منشوفه دايما من بعد أي حدث بيطلع ناس بتبلش تحلل من هون من هون من ما يفات ودغري بيروحوا على هذا الاتجاه. يعني أنا برأيي أمير طلال مثلا قال إنه في تقصير من بعد، وتمنى عليه وزير الدفاع إنه ما تقول أسامي الضباط، من مال تاني كمان عم بيقولوا في تقصير من أنا مثلا هون استباق دايما الأمور. نعم. من أيا يكن الطرف. نعم. أنا ضد استباق الأمور، لأنه اليوم بيصير الحدث ما بدك وقت لتحقق وتشوف، يعني مش دغري يعني حضرتك جنرال جوني خلص خبرت العسكر وخبرت السياسي وخبرت حتى الإدارة، يعني حتى المجتمع الاقتصاد، يعني الثلاثة مرقت فيهم. صح. فينا بلبنان نفصل الثلاثة عن بعضهم؟ لا ما فيك تفصل، يعني أنا فيك تفصلهم، كيف بدك تفصلهم؟ إجرائيا فيك ما تخليهم يداخلوا مع بعضهم، بس فيك تفصلهم، في فصل موجود، لأنه اليوم الجيش ليتحرك على الأرض بده قرار سياسي. نعم بده قرار سياسي، القرار السياسي بالأمن وحفظ الأمن اخدينه بمجلس الوزراء من سنة التسعين، وقرر امبارح مجلس الدفاع الأعلى أنه في خطا سياسي. إيه نحن اليوم مش جديد على الجيش ينزل على الأرض ويبسط الأمن والاستقرار ويكون عنده المهمة الأساسية هي الحفظ الأمن، هيدي موجودة، المجلس الأعلى اليوم ما زاد ولا نقص بالموضوع إلا سوى إذا بدك تقول بعض التوجيهات إذا كان الوضع بيحمل هيدي التوجيهات، بس ما الجيش مستمر في حفظ الأمن والقوى الأمنية موجودة على الأرض، وإنجازات الجيش وإنجازات القوى الأمنية بكافتها عملت إنجازات مهمة. نحن اليوم الاستقرار يلي عمين عم فيه اللبنانية مين عم يعمله؟ اللي عم يعمله هي جهود جبارة عم بيقوم فيها الجيش، يلي هو عم يعطي طمأنينة للخارج. خارج اليوم بيعطي صورة واضحة وإيجابية، عم يعطي صورة، عم جيب سواح، عم جيب مستثمرين، عم تحط حالة أمنية نظيفة. إلا هيدا اللي صار هلأ استثنائيا يلي هو أنا ما رح نعلق عليه كتير أهمية، أكيد في شهداء راحوا ونحن منعزي أهليهم ونوقف حدهم، وهيدا جرح كلنا مجروحين فيه، لأنه بس يصير في قتيل خلص ما بقعد فيك تحكي. في عائلة في أحد الشهداء قالت إنه رح تدفنه لو بدون ما ترجع للإيادة، يعني سمعت شيء من هالنوع. ايه هون جنرال بدي تستحضرني شغلة مفارقة، يمكن يعني هي بعكس ما نحن فيه. بال 83 84 مش عم نذكر، ولكن حضرتك كنت يعني فاعل بالجيش اللبناني. مزبوط. وقتها القرار الحاسم اللي ممكن كان يتخذ كان وقتها الجنرال عون فخامه الرئيس كان قائد لواء الثامن، وكان في غيره بالالويه اللي موجوده بالضاحيه وببيروت، صار في عمليه الشحار وصار في تصدي لسلطه الجيش
لقوى الجيش والسلطة السياسية اللي كانت عم تأمر الجيش، وصارت اللي صار، وصارت الشحار بالمفهوم العسكري. وقتها نتيجة تقاعس بالحالة السياسية قصدك يعني. يعني وقتها هل إذا بعد الحرب بالنفوس، وهلا ما في حرب بلبنان حرب مثل ما كانت، هل فينا نقول إنه الواجب هلا على المسؤولين، على المسؤولين السياسيين إنه يعالجوا الوجدان المصالحات والمصارحات قبل ما ياخذوا أي قرار بحسم الموضوع العسكري والأمن؟ هلا شيء طبيعي أستاذ جلال اللي عم بتقوله، أنا بعطيك حق فيه 100%. أنا بعتقد ما حدا عنده مصلحة من كافة القوى السياسية وكافة الزعماء اليوم بتأجيج هذا الوضع أو أخذه على محل يمكن الكل ما بدهن إياه. والحادثة اللي بتحصل دايما وبصير في استنكار لها ومن كل الأطراف ومن كل الطوائف ومن كل المذاهب، هذا دليل إنه بعدنا نحن موجودين بالشكل، إذا بدك تقول بالشكل، شو بدي بالمضمون، إنه بالقليلة في هيكل دولي وفي في بعدنا عم نحترم إنه ناس بتعطي دور القضاء وبتعطي دور الأجهزة الأمنية. يعني معناتها بعدهم هالسياسيين بالحد الأدنى إذا بدي أقول متضامنين مع بعضهم البعض مشان هيكل الدولة أكيد. بعتقد ما حدا بده يسترجع الماضي. أنا بعتقد بالخطابات كلها اللي عم تنعمل، مع أنه يمكن قوي بيصير فيها هفوات معينة، ما بعتقد حدا اليوم بده يرجع يعمل فتنة طائفية أو مذهبية أو حرب داخلية أو حرب داخلية. ومين اليوم عنده القدرات أنه يعملها بوجود إذا بدك تقول الأجهزة الأمنية والدولة والقضاء وعلى رأسهم الرئيس ميشيل عون يلي هو حريص، هو بي الكل وحريص على الدولة، عنده حريص بالدرجة الأولى على الأمن. هيدي من مهماته. من الأشياء يلي اختبرها بحياته. يعني هذا موضوع أنا بالنسبة لي هو خط أحمر. هلأ بيطلع خطاب سياسي مشنج، خطاب عمودي من هون بيتشنجوا على بعضهم كله إلى سقف معين، ما حدا عم بيطلع فوق هيدا السقف. ما حدا عم بيفز فوق الحدود، لأنه عم ترجع تشوف هلأ أنت هلأ عم نحكي نحن اليوم 48 ساعة أسبوع زمان بتلاقي الكل رجعوا التفوا مع بعضهم وحكيوا مع بعضهم وهدوا الوضع ورجع الوضع طبيعي. أنا تفاديا لهذا الشيء لما حكيت بأول حديث أستاذ جلال، وأنا أصر أنه اليوم ما بقى بدنا نعالج المواضيع بحبة بنادول، نحن لازم اليوم نعالج هذه المواضيع جذريا. لازم يكون في خطة دفاعية، لازم يكون في خطة لم السلاح، لازم الخطة تكون عدم استعمال السلاح. يعني روية أنه فخامة الرئيس عندما سئل لماما أنه فخامتك قلت عن حوار على الاستراتيجية الدفاعية، أكيد بعده موجود ولكن في سلسلة تطورات في تطورات بالمنطقة وبلبنان بتخلي شوي مش يتفرمل لأنه يتأجل إلى وقت ما. يعني نحن تمني هيدا نحن اللي عم نحكيه هلا، هو تمني على فخامة الرئيس وكل الدولة اللبنانية، رئيس مجلس وزراء، رئيس مجلس نواب، وكل يعني يجمعوا كلهم إنه نحن لازم هيدا السلاح المتفلت يمين وشمال وبالمناطق كلها هذا لازم ينوضع له حد. في لغط حول انه اللي طلبه المير طلال انه يرفع يحال الى المجلس العدلي، بيظهر في قوى فاعله، طبعا كلهم فاعلين مجلس الوزراء، لكن في قوى لا باس بها منا معارضه هذه الفكره. هل فكره احاله ما حصل بأبر شمون هو بيأجج بيرجع الوضع السياسي أم يدخل في مسار التهدئة أو ما بيأثر على مسار التهدئة؟ أول شيء أنا بعتقد شو ما كان الاتجاه، كان مجلس عدلي أو قضائي أو إلى ما هنالك، ما رح يأثر يرجع يأجج الوضع. هذه أكيد أنا منها 100%. والخطاب المشنج هاليومين بعتقد مع الوقت رح هالنفوس المشحونة اليوم بدك تلاقي لها حلول. هلا اليوم بالتحقيقات القضائيه اللي عم بيقوم فيها الاجهزه المختصه والاجهزه الامنيه وفرع المعلومات وفرع المخابرات في الجيش اللبناني، هيدي اول شيء بتعطي جو ايجابي للموضوع. وانتشار الجيش والدوريات والحواجز اللي موجوده هلا بالمناطق الساخنه هيدي ضمن بندل طمأنينة وقائي. وقائي بس كمان بتعطي طمأنينة وقائي. انا عم بعزز وجود الدوريات، اكيد بعزز وجود، لانه اليوم بس تفوت بتحقيقات قضائيه بدك مواكبه لهيدا التحقيقات. ما في يطلع واحد لحاله يعمل طبعا تحقيق. هيدي المواكبه الامنيه اليوم وإعادة الاستقرار سريعا، انتبه يعني ما اخذت 24 ساعه طبعاً. كان الجيش تحرك ووصل على الارض بقرار مظلل سياسيا وقبل ما يطلع المجلس القضاء الاعلى يحكي، كان الجيش بنفس الليله الاحد عشان كان من كان مجلس الدفاع الاعلى كان
انتشار الجيش سريع. نعم. يعني نوعا ما بلشت الامور. واكثر من هذا هي بتدل على هيبه الدوله اللي بيشدد المجلس الدفاع العالي وزير جريساتي. بعدين صار في توقيف. نعم. زياده عن هالشيء صار في توقيف لانه في بعض المعلومات اليوم تقول انه المشتبه فيهم، عم نقول هلا مشتبه بعد ما صرنا للتحقيقات القضائيه، كمان في توقيف لبعض الشبان اللي في فيديوهات عم يشوفوها كلها، يعني هذا اللي بعد فيديو هذا اللي كذا، كمان الفيديوهات ممكن يعني حتى بلبنان في تضارب بتساعد في كاميرات موجوده. نشأت حسنيه محامي بحزب التقدم الاشتراكي رفع كمان دعوة على الوزير صالح الغريب، بيقول انه رفع عليه دعوة بقصة اصابة بعض وعندما سئل انه شو هي هالقد مشكلة انه الجيش والقوى الامنية او القضاء يروح يوقف الناس اللي متهمين بقبر شمون، قال له ليش ما كمان بيروحوا على طريقهم بيداهموا بيشوفوا وين اللي ابو فراج تبول حادث الشويفات اللي صار من سنه ونص او اكثر. يعني كمان عم بيصير في بس عم يستبق هو، يعني المحامي ما لازم يستبق. لا سؤال عندما سؤال قال له خليه يكون على طريقه ينطر، يعني خلينا نحن كمان يكون عندنا شويه وعي بهذا الموضوع. نعم. اليوم حتى الجيش يعني هذا كانه بمعنى اخر او بطريقه غير مباشره كانه الاجهزه الامنيه مسيسه بمحل معين او عم تجي مع فئه ضد فئه. انا ضد هذا الموضوع من يعني لا من قريب ولا من بعيد بحكي فيه اساسا. نعم. الاجهزه الامنيه هي لكل المواطنين لكل اللبنانيين وعبر للطوائف وعبر للمناطق كلها في لبنان يعني ما لازم نحكي بقى نحن هذا موضوع كل مره بيتردد استاذ جلال انه ليش قدرتوا وقفتوا بعض الضباط متواطئين وفي بعض الاجهزه الامنيه مش عم تعمل واجباتها وفي بعض الاجهزه الامنيه عم تاخذ طرف معين. هذا كلام مرفوض جمله وتفصيلا، وانا مسؤول عن كلمتي. الجيش اللبناني والقوى الامنيه وكل اجهزه الدوله هيدي اجهزه منا مسيسه، ما في تشكيك فيها، هو منا مسيسه كمان تشكيك بالقرار السياسي انه بيعطيه ضوء اخضر انه روح القاط فلان او اوقف فلان او يعني داهم بمنزل فلان. هيدي اكيد لا، هيدي شو خص السياسي ليعطي مين بده يجي سياسي زعيم يروح يقول له لا 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 للمسؤول انه المناخ السياسي بيسمع؟ لا ابدا ابدا مش هيك في معلومات بتجيك انت على ما نش نقعد نفسر نحن كيف بيكون عمل الاجهزه الامنيه. ما بيجيك معلومات انت انطلاقا من هالمعلومات بتتحرك على الارض تاخذ يعني تاخذ امر النيابه العامه وبتروح تتحرك، ما بدها لا اسي لا سياسي ولا زعماء ولا حدا. رح ناخذ فاصل اعلاني ولكن بعد الفاصل بدنا ناخذ على الشق الاعمق شوي لانه في غامز من باب انه هالشيء اللي عم بيصير منه بس محلي، هو اقليمي. وليد باك اللي كان سوريا ساعدته بفترات كثير كبيره ايام الحرب انقلب على هذه المساعده بفتره 14 اذار والى ما هنالك. خلينا ناخذ فاصل اعلاني. جنرال جوني خلف. مرسي. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. جنرال مثل ما كنت عم تحكي عم بيقول انه بري عون وليد باك حزب الله منفتح وطلال ارسلان والمستقبل، حكي عن الكل مثل ما كنت عم تحكي انه منفتحين على وده يوصل لتهدئة وخلال 48 ساعة كمان حطينا نحن الوقت تبعها. نعم. يعني زيت الكلام اللي كنت عم تحكي هيدا لبنان هيدا البديهي اللي لازم يصير هيدا البديهي. بعدين انا بس بدي اعلق على شغلي. نعم. دولة الرئيس. نعم. وانا معه فيها 100%. هي قصة الاعلام. الإعلام عندنا في لبنان على طول عم ياخذ منحة تصاعدية وكمان يمكن بعد شوي قبل حدوث الحدث يعني. نعم. بيسبقوا الحدث. نعم. نحن أول شيء بندعي بتلفزيون لبنان أنه بنحط مثل ما هي الوقائع من دون تجيش وتأجيج. نعم. ولكن ما فينا نجلد الإعلام لأنه الإعلام كمان عم بيتلطف عم بيشوف الخبر وعم بيلحقوا يعني. بس نحن اليوم نحن مرئين بمرحلة دقيقة بدنا نكون شوي ضمير كمان نحن ضمير. على أبواب صيفية واعدة. نعم. وسياحة. نعم. يعني مش حلو نجي نحط نكبر الصورة الأمور يعني. ونكبر الأمور فينا ما حدا عم بيقول ضد الإعلام يعني. بس إنه خلي يكون شوي موضوعي ودقيق بالبي المشاهد. نعم. اليوم بس يشوف صورة يعني أنا بعرف إني أنا شخصيا فيك تكبرها وفيك تصغرها يعني. فيك تخليها مثل ما هي. عم نطلب من الإعلاميين بس ياخذوا الدقة والحذر بي
طرح المواضيع. نعم. لحتى تكون شوي صغيرة يعني تواكب المرحلة. يعني ابتعد شوي عن التحريض والتأجيل. عن التحريض وطبعاً الإعلام بلبنان مصام. الأسئلة أستاذ جلال، ما أنت نحن وين عم نعمل؟ نعم. هي الأسئلة تستفز. ما هذا اللي أنا بلشت فيه، إنه كلمة بتحنن كلمة بتحنن. إيه إنه الإعلاميين ينتبهوا على الأسئلة. نعم. بيسألوها للسياسيين اللي هي عم تعمل هالاستفزاز هيدا. نعم. يعني سؤال كمان عن الشيء الإقليمي، إنه بشار الأسد وما بعرف شو كذب. يعني أنا صراحة ضد هذا الموضوع، لأنه ما كل شغلة فيه في معاقبة لوليد بايك على مرحلة سابقة. أنا ماني شايف في معاقبة، لأنه وليد بايك موجود في الحكومة وموجود في مجلس النيابي وموجود في إذا بدك بكرة بالتعيينات كمان رح تبين الخبرية كمان أنه كمان رح يكون له أشخاص بالتعيينات، ورح يكون عنده نائب من الحاكم كمان يلي عم يشتغل. يعني هالأمور بترجع ناخذ هالقوقعة، يعني بترجع بتترجلج إن كان سياسيا وأمنيا وإداريا بالتعيينات بالما بعرف شو كله. نحن قصة التعيينات بس لحتى بإطار الصحيح، التعيينات هي نتيجة التكتلات القوية في يعني كل تكتل اليوم عنده حصة من هذه التعيينات، في حصص للقوى السياسية. إنه أكيد يعني القوى اللي مش ممثلة، يعني الناس المستقلين، يعني ما في كتير أستاذ جلال. ما يعني مثلا نفترض الجنرال جوني خلف، طبعا يمكن عندك وجهة نظر سياسية، ولكن حضرتك تعتبر أنه حزبيا من المستقلين، يمكن تكون بدك تعمل رئيس مجلس إدارة أي مؤسسة، كيف تقدر؟ يمكن تلفزيون لبنان، يمكن ما بعرف وين، انه هل في مكان للناس اللي نوعا ما مستقلين؟ انا بعتقد ولا مره كانوا المستقلين او المحزبين او اللي تابعين لتيارات سياسيه او ما لهم حصه. يعني هلا اذا بتجي بتعمل احصاء لمشكله حزبيه، إيه بتعمل احصاء على وظائف الدوله والمدراء العامين. نعم. بتلاقي كثير في منهم منهم احزاب، منهم بس في فرق تعاطف مع حزب شيء وفرق وتكون منتسب وحزب معك بطاقه شيء اخر. في كتير أشخاص اليوم حتى بالوزراء وبالنواب يلي هن متعاطفين بس ما معهم بطاقات حزبية. في كتير، إذا بدك تعطي أمثلة في كتير أمثلة. أنا أعطيت مثل أنه عنك، يعني أنه مش عم نحكي عم نحصرة، عم نحكي عن الكل، عن الكل بشكل عام. حتى أنا اليوم إذا كنت متعاطف مع التيار الوطني الحر وأنا أعتبر منتسب إلى التيار الوطني الحر، وين المشكل اذا تعينت بوظيفه اقدر اخدم؟ مش انه انا عم بكون عم بخدم التيار الوطني العام، انا بالعكس عم بخدم الشان العام من خلال هذا التيار او وجهه نظر. انه انت اليوم هيك عم تعمل. طيب شو استشفيت من يعني الرئيس الحريري؟ عنده بين هالمره كل مره، بس هالمره بهذه المشكله عم بيقول نحن عم نعالجها، ولكن الجو مش مثل ما انتم عم تشوفوا، الجو رح يكون مريح اكثر. بعتقد المعطيات الموجودة عنده للرئيس. نعم. حريري اللي هي استجدت خلالها 48 ساعة اللي أنا كنت عم بحكي. نعم. إجي مؤشرات إيجابية جدا، في تجاوب من في الجانب. تجاوب من كافة الأطراف. وقت الجيش عم يعمل مداهمات اليوم لإلقاء القبض على مطلوبين من أي جهة اللي كانوا. نعم. ما في غطاء سياسي عليهم ولا حدا عم يعترض، يعني أنت من هون رايح بالاتجاه الصحيح. نعم. وهذا شيء بيطمن القوى السياسية، ويمكن طمأنوا للرئيس حريري انه هيدي ما رح تعمل مشكل بالمناطق او رح يصير في تسكير طرقات من وراها وحرق دولي والحكومة بألف خير. عم بيقول باخر الحلقة بدي اسألك عن سطر فيلد. افهم عم تنتقل دغري. لا لانه اذا يعني انا كان عنده اجتماع، لانه الناس بيقول خلونا نشم ريحة النفط يا خي، خليها الناس شوية تترحرح بلبنان، لأنه بالثقة مش ضروري إنه يطلع البترول ولا شيء، ولكن هذا موضوع حيوي طويل، موضوع حيوي يعني. أكيد 100%. طيب بمجرد بس البترول والغاز. نعم. بترول والغاز. طبعاً بترول بشكل عام. بصير في ثقة من الخارج، بصير في إضافة إلى الوجه السياحي والوجه ثقة إنه في لبنان بلد دخل على النادي النفطي. بتلاقي بخبرتك إنه ساترفيلد ممكن يوصل لمفاوضات غير مباشرة بين لبنان برعاية أممية أنا بعتقد هي المهمة الأساسية تبع ديفيد ساترفيلد ما بلشت لحتى ما تنتهي. يعني ابتداء من المفاوضات اللي عملها كان بإسرائيل أو كان مع القوى في لبنان ولا كان مع الأمريكان أو مع الخارج، بعتقد أنا في مسار معين، في إلى مستند. وبعتقد اجتماعاته كلها يلي عم تحصل، أنت شوف شو عم يجي نتيجة الاجتماعات. نعم. القوى اللي عم تحكي مش هو، انه كمان عم تكون خانتها ايجابية. نعم. والدليل على اليوم كان مجتمع بوزير الخارجية. نعم. وكان نتج على الاجتماع انه كان اجتماع ايجابي. نعم. وقبل كان مع وزيرة الطاقة،
معالي الوزير أنا البستاني كمان هي صرحت انه كان الاجتماع ايجابي. يعني معناتها نحن تقريبا في دعم من القوى السياسيه للموقف اللبناني الكل يعني في في اذا بدك تقول الكل القوى السياسيه مجمع مجمع على نجاح هذه المهمه اكيد بس مش على حساب لبنان طبعا ولا على حساب البلوكات تبع النفط. يعني بعتقد انا رايحين باتجاه الصحيح ورح نوصل لنتيجه. انا هذا تحليلي اكيد رح نوصل لنتيجه. جنرال جوني خلف نحن بنشكرك من تلفزيون نحن بنشكرك استاذ جوني. اهلا وسهلا فيك حضرتك خليلي مرحب بك دائما. ميرسي كلك مشاهدينا الكرام في الختام نشكركم والى اللقاء.